الدكتور أيمن رفاعي، رئيس وحدة أمراض وزرع الكلى ونائب مدير مركز أمراض الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة. الحقيقة في موضوع مهم جدا حابب أتكلم فيه مع الناس اللي هي الحمد لله تم شفائها عن طريق إجراء عملية زرع كلى ليها بعد ما عانت فترات طويلة على الغسيل الكلوي. الموضوع هو تجنب حدوث رفض الكلية المزروعة. أهم حاجة علشان أتجنب حدوث رفض الكلية المزروعة الالتزام بمثبطات المناعة اللي هي المفروض المريض بيعيش عليها طول عمره، الالتزام الحرفي بالجرعات ومواعيدها، لأن احنا شفنا كتير يمكن معظمهم ناس من الشباب بيغرهم ان هو زرع بقاله فترة طويلة والأمور مستقرة وظيفة الكلى كويسة، فيبدأ يهمل في علاجه، يبطل بعض جرعات، ما يلتزمش بالمواعيد بتاعتها. ده الحقيقة له عواقب وخيمة جدا، ان جهاز المناعة بيبدأ يفوق وينشط تاني ويهاجم الكلية المزروعة، وغالبا لو ده حصل بيبقى علاجه صعب جدا وبتفقد الكلية. فأنا بحب ان انا اقول لزارعين الكلى انتوا يعني ربنا منحكم منحة او سهل لكم الحصول على منحة اللي هي الكلية اللي اخدتوها، فلازم تحافظوا عليها كويس قوي. الحاجة التانية، ايه هي علامات الرفض اللي ممكن لما تلاقيها بتجري على الدكتور بتاعك علشان تتأكد ان الكلية بتعمل كويس؟ اول حاجة لما الجسم بيبدأ يلفظ الكلية بنلاحظ ان كمية البول قلت عن الطبيعي، بدأ الكلية بيبقى فيها وجع، بدأ ممكن يحصل بعض الأحيان ارتفاع في درجة الحرارة، ارتفاع في ضغط الدم. طبعا دي كلها أعراض، لكن اللي بيؤكدها ان انا اروح واعمل تحليل وظيفة الكلى، الاقي فيه وظيفة الكلى فعلا مرتفعة سواء كانت الكرياتينين او البولينة او خلافه، وساعتها الطبيب هو بقى اللي بيقرر ان اذا كان في رفض من عدمه، وده غالبا بيلجأ العمل عينة كلى علشان يتأكد، ولو تأكد ان في رفض بيبدأ يتعامل معاه بعلاجات. لكن انا بقول ان غالبا الرفض ده بيجي للناس زي ما قلت اللي اهملت في علاجها وما التزمتش فيه. فأرجوكوا ونصيحة يعني مهمة جدا، حافظوا على المنحة اللي ادت لكم من احد اقاربكم اللي ضحى بجزء من ضحى باحدى كليتيه علشانكم، فحافظوا عليها والتزموا بالعلاج علشان نتجنب الرفض اللي قد لا ننجح في علاجه. وبتمنى لكم دوام الصحة والعافية. شكرا.